المغرب يطلب من الأمم المتحدة رسميا التدخل في ملف القبائل، استقلال القبائل. والقبائل هم سكان شرق الجزائر التاريخيين، لم يكونوا أبدا من ضمن خريطة الجزائر إلى أن ضمتها فرنسا. من قبل كانت إمارات لوحدها، الجزائر قبل فرنسا وقبل العثمانيين كانت إمارات متفرقة، تلمسان وهران القبائل دي كانت إمارات لوحدها، كل إمارة لها أمير حاكم، كانت إمارات لوحدها زي الإمارات العربية المتحدة كده، كانت الشارقة لوحدها ودبي لوحدها وأبو ظبي لوحدها، كانت إمارات متفرقة وبعدين بقت دولة. ده نفس الحكاية بالنسبة للجزائر، إمارة القبائل تريد أن تستقل، شعبها اللي هم أمازيغ يريدون أن يستقلوا من تحت الاحتلال الجزائري اللي هو سلطة هم يروا أن من زرعها هم فرنسا بعد أن ضمت لهم هذه الجغرافيا المسمى الجزائر باقتطاع أراضي من المغرب ومن تونس، والقبائل دي ضموها. حتى أن الأزواد في الجنوب يريدون أيضا أن يستقلوا وهم أيضا أمازيغ. الأزواد في الجنوب دلوقتي شايلين السلاح وعاملين مشاكل كتير في الجنوب وعايزين يستقلوا. المهم خلينا في القبائل. المغرب يطالب في الأمم المتحدة بالتدخل في ملف القبائل. قال للأمم المتحدة تدخلوا وشيلوا مسؤوليتكم التاريخية في شعب عايز يستقل أهو. ما دام المسألة كده، ليه المغرب عمل كده؟ لأن النظام الجزائري الأرعن تدخل أولا في مسألة تقرير المصير ودعم الشعوب المقهورة لتقرير مصيرها، ونسي أن عنده القبائل والأزواد عايزين يقرروا مصيرهم، فقعد يتكلم في الصحراء اللي طوي ملفها. نمرة اتنين، لعب بخسة مؤخرا، ونشرت لكم فيديوهات عن ما يسمى استقلال الريف والريافة ونشطاء الريف في أوروبا، وده طبعا كله من نسيج ومن تخطيط مخابرات عبلة التي لا تحسن التخطيط ودايما تقطع ديلها بإيدها. لذلك أقول للعشنجريحة، وأنا قلتها لكم قبل كده لما نشرت لكم عن فيديوهات اللي هم اتكلموا فيها عن الريف وما الريف، أقول له المغرب أقوى منك دبلوماسيا وإعلاميا وعلى السوشيال ميديا، وصوته مسموع أكثر منك، وله تأييد وإجماع عربي ودولي، وله تأييد وإجماع إفريقي، لذلك ستخسر. والأيام بيننا ونبهتك لما عملت فيديوهات المسرحية بتاعت الريف في أوروبا دي، قلت لك هتخسر خسارة فادحة. وبما أن المغرب تبنى رسميا هذا الملف وطالب الأمم المتحدة به، البوليزاريو ستصبح هي سبب تقسيم الجزائر والأيام بيننا. اسمع الفيديو ده واستنى أحكي لك الحكاية. أن أضيف فقرة السيد الرئيس لكي أوضح لكم ما هو وضع شعب القبيل. أكثر من 8 ملايين شخص يعيشون محرومين من تطلعاتهم المشروعة ومن حقوقهم الأساسية، منها الحق في تقرير المصير. ممثلوها المشروعون يتعرضون للاضطهاد حتى عندما يتعرضون للمنفى القصري، ولم يعد مقبولا في أيامنا هذه أن يكون شعب القبيل الباسل يخضع لكل هذه الانتقامات لمجرد مطالبته بالحق في تقرير المصير. والأمم المتحدة ملزمة أخلاقيا وسياسيا بالتعويض عن هذا الظلم التاريخي بحق القبيل الذي هو من أقدم سكان أفريقيا. وأخيرا السيد الرئيس، ليس هناك من نساء صحراويات، هناك نساء مغربيات أصلهن من الصحراء المغربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. الأخت المترجمة بتقول الكبيل والكبال، والكبيل ده هي القبائل، بس هي طبعا بتترجم فمش عارف، هي القبائل وتنطق بالدارجة القبائل. القبائل هي مجموعة من سكان المنطقة دي التاريخيين، هم أمازيغ زي الأزواد في الجنوب، أمازيغ برضو، ودول سكان المنطقة أساسا، ودول كانوا إمارة منفصلة، ودول عايزين من زمان، ولهم رئيس في فرنسا اسمه فرحات مهنا، وله ناس حكومة منتخبة موجودة في المنفى، والنظام الجزائري يصنف هذه الجماعة جماعة إرهابية.
والأزواد نفس الحكاية في الجنوب. والجزائر دي عبارة عن جغرافيا رسمتها فرنسا باستقطاع الأراضي وضم ده وعملتها على كيفها احتلال. ورث الجنرالات أو الكبرانات اللي موجودين في الحكم ورثوا هذه الجغرافيا. سبب عدائهم للمغرب هو ميراث هذه الجغرافيا، اقتطاع أراضي الصحراء الشرقية من المغرب. وسبب أنهم تبنوا البلوزاريو وعملوا هذه النصبة الكبرى هو برضو الصحراء الشرقية. وعدائهم لتونس بسبب صحراء تونس، وعدائهم سابقا لليبيا بسبب صحراء ليبيا. كلها جغرافيا مسروقة. الأزواد في الجنوب مش عايزين يبقوا معاهم، كانت ولاية منفصلة برضو قبل كده أو إمارة منفصلة، القبائل إمارة منفصلة. هذا النظام الجزائري بدلا من أن ينمي الجزائر زي الإمارات كده، يضم الإمارات وتبقى بالود ويبقى بالتنمية ويبقى بالتقدم ويبقى بالحب، لا، سابت جوزها ممدود وراحت تداوي محمود، قاعد يدعم في الشعوب المقهورة ويعمل خسة وندالة ويضرب في المغرب وفي تونس وفي غيره، ونسي ان هو عنده روينة كحلة زحلة، نسي ان عنده ناس هو محتلهم اصلا، نسي ان هو نظام هش غير شرعي، نسي ان هو وريث فرنسا المحتل، نسي ان هو نظام وظيفي وهم عارفين كده. لذلك ممثلة المغرب امام الامم المتحدة قالت، طرحت الملف، ما هو برضو في شعوب مقهورة جنبنا ما عايزة تقرر مصيرها، طب ما تيجي نشوف موضوع تقرير المصير بقى. إذا كان اللي مالوش حق، وزي ما هي أضافت بعد ذلك، لا يوجد حاجة اسمها نساء صحراويات، في نساء مغربيات من أصول مغربية، ما فيش حاجة اسمها شعب صحراوي. شعب صحراوي يعني ليبيا ومن مصر، من صحراء مصر، وانت جاي على ليبيا والنيجر وتشاد وموريتانيا والمغرب والجزائر، دول اسمهم صحراء، دول فيهم بقى اذا عايز تسمي سمي دول كلهم شعوب الصحراء. مفيش حاجة اسمها شعب صحراوي اصلا، مفيش حاجة اسمها كده، في قبائل وفي قصة تانية وجغرافيا. دول مغاربة اصلا، ابا عن جد عن جد عن جد عن جد عن جد. كون ان فيهم بعض الخونة اتضحك عليهم وضحك عليهم محمد بوخروبة وسماهم الجمهورية البطيخية الصحراوية النصباوية، ده موضوع تاني. فيسميهم شعب صحراوي، مفيش حاجة اسمها كده. بعض من هم موجودين في تندوف يسموا مغاربة بعضهم، أما الباقي لقطة من الصحراء، عشان كده سماهم شعب صحراوي، لقطة من صحراء ليبيا وصحراء الجزائر وصحراء النيجر وتشاد، وعملهم سماهم الشعب الصحراوي. مفيش حاجة اسمها شعب صحراوي، دول لقيط وخليط من شعوب أخرى، جزائريين وليبيين وتشاد والنيجر، وبعضهم مغاربه وبعضهم موريتانيا، اما جزء منهم مغاربه الاصل. ده معلش بقى، ادي الامم المتحده حصر بيهم واحنا نشوف. انت ملزم ان تعطي للامم المتحده حصر بالبني ادمين اللي بتقول انهم شعب بين قوسين صحراوي ولا لا، اديله حصر بيهم بقى ونشوف مين بتاع مين. انما ما تقدرش لانك ملقطهم وعارف انهم ملقطين، زي ما قال العائدون من تندوف قالوا ما فضحوا الدنيا. المهم أن سفيرة أو ممثلة المغرب أمام الأمم المتحدة طلبت الأمم المتحدة ومجلس الأمن بأنهم يشيلوا مسؤوليتهم التاريخية في دعم شعب القبائل الذي هو شعب وله مكان وله جغرافيا وله راية وله لغة وله حدود، ولا ده بقى له مقومات الدولة. عايز يستقل، فقلنا الشنجريحة بلاش تلعب بالنار، ما سمعش الكلام. المغرب أقوى منه دبلوماسيا ويحظى باحترام العالم، وأقوى منه إعلاميا، وديك شايف الفضيحة اللي اتفضحوها اللي جنبنا دول مؤخرا، والوكسات والانتكاسات والضياع، وما حد سامع بهم وما حد بيحترمهم، لا عربيا ولا إفريقيا ولا دوليا. فقلت لك هتخسر، اسمع مني وانا اخوك. اذا كان واحد بتليفون رعشك، صحفي كتب مقال في موريتانيا رعشك، ما بالك بدولة زي المغرب. شنجريحة بيلعب بالنار وغبي ومتكبر ومتعنجه، وفي النهاية هيحايد والايام بيننا. لذلك الان المغرب بيقول لهم ما تشوفوا شعب القبائل للامم المتحدة فيها، والأزواد ما شنجريحة وعبد المجيد بطيخة ضيعين مساكين، حفروا حفرة عميقة
وهينطوا فيها وياخدوا معاهم شعب الجزائر بالكامل. والشعب للأسف بلغ من الجهل ومن هتك الوعي مرحلة خلته مش مدرك هو بيعمل ايه. يحرق بالغابات، مياه السيول بتجرفه، مش لاقي ياكل ولا يشرب، مسكين زي عباد الله، مش لاقي اي حاجة، وما زال تحت هول الصدمة، يبدو تحت هول الدهشة، قلة حيلة، ما تعرف مسكين، الله يحسن الأعوان. لكن اقول لهم والايام بيننا وشهور بسيطة فقط، لان انتوا مش قد اللي جاي، هتقسموا وتفتتوا ما دام هؤلاء يسيرون في طريقهم العبسي. والايام بيننا وربنا يستر علينا جميعا، ونشوفكم على خير.